طبعا اروح لسيف بصير الفريق. سيف انت مواليد 2006 ومتصعد الله اكبر مع الفريق، يعني دي مش فرقتك انت، فرقتك هي الاصغر، لعبت معاهم واديت معاهم وبعد كده تم الاستعانه بيك مع الفريق الكبير. ما بتقلقش من اللعبه مع الفريق الاكبر منك، خاصه ان بيبقى فيه سرعات اكتر، لعيبه مختلفه؟ يعني كلمنا عن تجربتك مع الفريق الاكبر منك. بالعكس، انا مع الفرقه الكبيره كانت كلها واقفه في ظهري، من اكبر واحد من كابتن فريق انس لحد الليبرو رسلان كلهم كانوا واقفين في ظهري الصراحه، وكانوا اخواتي الكبار في الملعب، فدي ما كانتش قلقاني. ما كانش مثلا عندك احساس انت في لعيبه 2004 في الفريق يعني اكبر منك بسنتين، فالنهارده انت ساعات بيبقى الواحد حاسس برهبه شويه او ما بيبقاش، يعني خلينا نتكلم ما هواش جيلك بس ما حسيتش بده الفرقه كلها في يعني. الاول كنت متوتر شويه لان طبعا رهبه ان حضرتك تلعب مع فرقه كبيره، فدي كانت لوحدها رهبه لحد ما هم وقفوا جنبي في اول ماتش لعبته. كان فاكر ده اول ماتش كان امتى؟ كان ماتش الشرقيه. الشرقيه للدخان اللي كان فين، في بطوله المنطقه ولا كان فين؟ لا، كان في بطوله الجمهوريه. يعني انت لعبت الجمهوريه ما لعبتش المنطقه؟ لا، في المنطقه حضرت كده، رحت بس ما كنتش بتلعب. لا، انما المشاركه الحقيقيه كانت في الجمهوريه اللي هي اصعب. طب وفاكر الماتش ده لعبت ايه؟ لعبت كويس ولا عملت ايه؟ بالنسبه لي كان في الاول توتر، بس كانت حاجه حلوه بالنسبه لي ولعبت واديت. طب الكابتن قال لك ايه قبليها؟ قال لك هتلعب بتاع؟ اصل اللعيبه الصغيرين دي بتبقى محتاجه معامله نفسيه يا كابتن، يعني محتاج ان انت تاهله نفسيا انه هيلعب. مظبوط، الكابتن اهلك نفسيا كلهم الصراحه، من اول كابتن خالد وكابتن حمدي وكابتن وائل عادي كمان. قالوا لك ايه طيب؟ فاكر كلهم قالوا لي ما تقلقش والعب ولا اي حاجه، ولعبته الحمد لله تمام. طب انت فاكر، يعني نتكلم عن بطوله الجمهوريه او الدوري مثلا، فاكر اصعب الماتشات كانت لينا ايه في الفرقه او اصعب ماتشات لعبناها؟ في ماتش الزمالك فاكر كان في انهي دور ولا كان فين؟ كان في اخر ماتش في بطوله الجمهوريه. كان فين؟ كان في صالة المقاولين. صالة المقاولين. طب خلص كام؟ خلص 3-1. 3-1. الشوط اللي خسرناه كان رقم كام عشان دي تفرق معايا برضه؟ الشوط الثالث. الثالث؟ يعني انتوا كسبتوا 2-0 وبعد كده كسبتوا 3-1. بس الدنيا ملحوقه يعني، قصدي اقول مش الاول مش الثاني. لا لا، يعني احنا فرقنا شوطين وبعد كده خسرنا الثالث وبعد كده فزنا بالرابع. طيب من وجهه نظرك يعني ايه اللي بيميزنا عن اي فرقه؟ يعني ايه اللي بيميز انت راجل بصير النهارده وعينك غير اي حد؟ ايه اللي بيميز فرقه النادي الاهلي النهارده 19 سنه في الكره الطايره؟ اللي بيميزنا طبعا الروح عن اي فرقه، ولما الاهلي على طول عمره بيلعب لحد اخر نفس. الروح، طيب الروح جت منين؟ هل جت من التمرين؟ هل جت ان احنا قاعدين مع بعض؟ هل جت ان احنا عايزين نكسب النادي الاهلي دايما؟ يعني الروح الجماعيه الحلوه دي جت منين؟ جت طبعا ان احنا عايزين نكسب كل البطولات، وعندنا بالنسبه لنا مركز تاني زي مركز اخير، هو احنا على طول متعودين ان احنا نلعب على الذهب. اقول لك على حاجه بحكم خبرتي يعني طويله في الرياضه وكده، مصدر الروح للفرقه بيبقى المدير الفني. ليه بقى؟ المدير الفني قادر انه يخلي زي الاب لما يكون عنده ولاد كتير يحببهم في بعض، يطلع الولاد انا اسف يا كابتن بياكلوا ببعض. تمام. فالمدير الفني بيبقى ليه دور كبير جدا، الفرقه تبقى عندها روح وعندها هدف. فالمدير الفني بيبقى ليه مش دور، انا بقول الروح 80% من المدير الفني بياخدها اللعيبه، و20% بتبقى على كابتن الفريق بقى اللي انا عايز اجيبه دلوقتي. انا سبع كابتن الفريق. الروح انت ككابتن فريق، هل انت شايف ان مهم جدا نلعب بروح؟ هل احنا شايف ان احنا الروح ممكن تفرق معانا؟ وانت ككابتن فريق دورك ايه في الموضوع؟ لا انا طبعا الروح دي بتفرق النادي الاهلي عن اي فرقه تانية، حتى لما بنيجي نقعد احنا كاصحاب باقي الفرق مع بعض، الكلمه اللي هو دايما اي حد في الاهلي بيقولها لهم، هم نفسهم مش متعودين على المكسب، يعني حته المكسب عندهم مش موجوده، فبالتالي لما بيكسب بيبقى دي بالنسبه له انجاز حدث كبير. بالظبط. اما انت متعود، حتى لو انت في اصعب اوقاتك في الماتش بتحاول تعمل اللي تقدر عليه علشان تفيد تكسب الفرقه. بالظبط، اللي انت تعرف تعمله في حد امكانياتك في الوقت ده نفسيا. طب انس، يعني انتوا كفرقه بتفرحوا بمكسب مباراه؟ بتفرحوا مثلا ان احنا كسبنا الزمالك، ولا بتفرحوا لما ناخد بطوله؟ والله او على حسب، برضو على حسب الماتش ايه، بس طبعا بطوله، فرحه البطوله دي حاجه تانية. صحيح. بس على حسب الماتش طبعا هيفرق فرق كبير طبعًا ولا في فرحه بعد ما تكسب مباراه كبيره يعني. ولكن طبعا هو الهدف هي البطوله. البطوله طبعا. من وجهه نظرك انس وانت كابتن الفريق، ايه اصعب ماتشات مرينا بيها السنه دي لو في الثلاث بطولات؟ والله هو كانوا اصعب ماتشين، يعني ماتش بتروجيت بتاع الكاس، الكاس ده كان خلص كام؟ 3-1. 3-1 خلص 3-1. وماتش الزمالك برضو اللي كان قبل، بس اللي قبل يعني يعتبر في الدوري. يعتبر لا مش في الدوري، الدوري ده احنا كنا حاسمين اصلا البطوله، يعني احنا الكاس قبل النهائي. قبل النهائي، يعني ان احنا في الجمهوريه ان هو نهائي مع الزمالك كنا حاسمين اصلا البطوله، يعني احنا رايحين كده كده كسبانين واخدينها، بس هو الموضوع كان ان احنا مش عايزين يبقى خسرانين واخدين بطوله وخسرانين اخر ماتش. طيب انت على المستوى الشخصي افضل مباراه اديتها ايه فاكر؟
والله ماتش الزمالك بتاع الدوري؟ لا النهائي الكاس قبل النهائي. وبرده ماتش بتروجيت بتاع ماتش بتروجيت عملته كويس. الحمد لله. طيب ودي الصور بتاعتكم دي الماتش دي كان في بتروجيت صح؟ ده كان في اي صاله؟ الصوره دي مش غريبه عليا. اكاديميه ده اكاديميه الشرطه. ايوه شفت انا بقول لك اكاديميه الشرطه دي تاريخ كله هناك. أيوة طبعا. بس هو الباركيه بتاع بقى كويس دلوقتي ولا لا؟ فرشوها فرشوها جامد قبل انا فرشوها ملعب جديد. لا اكاديميه الشرطه دي بص الصاله دي شاهده على عصور طبعا وعلى اجيال من اول الصالات في مصر طبعا جميله طبعًا. وكان ودي المقصوره يا خبر ابيض حاجه يعني ذكريات حلوه جدا جدا الصاله دي والله وفاكر مدخلها.